الله الرحمن الرحيم. انا سميتني احمد مطالب تعاون الفتح بجرح الملح. تعاون الفتح الوالده فاطمه عدا 90 عام بقى على قيد الحياه، الوالد توفى. انا سي مشيت انا سوق النزاع قلت له طبعا الخدام واد البيع صدقنا سيد من امي قالت له واد البيع قال لي خصك دير الشاك باش تصرف به وانا ما كنعرفش الشاك ما كنعرفش به مشيت درته دار منه 5 شاكات درت 5 شاكات قالت ما سرقهم لي وداهم مشى كيديهم واحد قال لي سني فيه قال لي جاب الشاك واحد سني فيه فيه 100 مليون سني فيه عطاه لصاحبو كيبيع واش حيت هو عندو المازو قال له هاكا مليون هاكا الشاك راه باقي دابا في البنك داك المليون راه باقي الشاك ديال المليون راه باقي في البنك واحد مشى عطاه لسيبو محمد نسى سميت بابا نسيبو صافي نسيبو عطا نسيبو الشاك وساكن في وزان عمر فيه 250 مليون وسنا نسيبو محامي ولي نسى باش الاخر ما يحصلش انا درت الخبره ديالي الاولى تجي مصالح ديالي الثانيه مصالح هو دار الخبره مضاده دارها عند البوليس وبقيت كنقول لها السي اللي كدير عطيني ديالي ولو والله هادشي اللي كدير راه ماشي عايبه قال لي ها هو تكركب مع الدروج وانا نديك للحبس قلت له واخا ما كاين مشكل وانا كنت عطيت هذوك دوك ربع الخدم في الاخر تعرضت له جيت المحاميه وسديت وكان غير يحصدهم وانا انا اللي ما كنقول ليه كان ولا زولتهم له ودابا هو دعاني هو اللي دعاني بعدا كي مي دعاني كنلقى الشاك داك الشاك عمرو ودافعو بشهرين بشهرين هو في سرقات محكوم ولا اللي عندو الشاك اللي كيقول على 24 ساعة كيتسكر كيجيو ليه الديوان هذا قعد شهرين هو تا مشيت تما بقيت ندعى معاه عاد كنمشيو غوتت لي المحامية قالت لي هو عندك الشاك فيه 250 مليون وديك الخبره الاولى والثانيه من الصالح ديالي او ثاني هو غلبني عنده الشعب دار فلوس فلوس موجوده عنده حتى الا عنده 50 مليار غادي نتعدى انا نلحقو ويت بنت زير اخو الرشوه خدامه ما كاين عارف شو ما كاين حتى شي حاجه حيا الملك ما كاين حتى شي حاجه ما دارش هو اللي خدام اليوم عندك ارتديت ما عندكش ما دايت والو راه تحكم وراه محكوم الصالح ديالي ولا تحكم في الصالح ديالي ومشيت لحد كورتي مشيت للمحكمة لحد كورتي خرجوني باش يسيزوا لي داك البنت يدلوها جا ود خوه وخوه وواحد الخدام معاهم هما اللي قال لك يدلوها لحقوا البلاد كتسوى 250 مليون القطار هما داروها 200 خمسة القطارات 200 فيها 100 ب100 حقوها 100 هما 5 الناس 3 الناس هما اللي بقاو باسم راسهم من هو تا مع هذوك ديال حد كور من هو تا معاهم ولا بغاو ذاك الميل عاود انا داير محامي وحنا كنرجعوا الله وهذا سيد هذا السيد قاول تمشي ربع الخدامه واد البيع مشيت قلت له واد البيع قال لي دير الشاك باش تبقى تسرب به دير داك الشاك من مشي درت صغبتو قال لي راه نشوف مي جات عطيتو له ما كدير المحامية فاطمة البقالي مكناف كانت الحكم ديالي ولا باعتني عطيتها 70 دات لي 70 مليون في الاخر باعتني وليت درت محامية اخرى هي في الرباط دات مع 18 مليون وفي الاخر ثاني بعدني ما بقاش حاجه انا البقالي صانع البقالي
الله يرحم الوالدين. الثوب النزاع. الثوب النزاع هو وخوته هو اللي تعدى وليه. الله يرحم الوالدين. وحيا الملك.